السلام عليكم. انت عارف دابا الناس مدينه عتيقه معروفه بهادشي في العواشر العاشوراء، الناس كتعمار الدنيا، ولكن انت شويه هذا العام هذا شويه ناقص. علاش؟ الوباء، الناس خايفه بزاف، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. ولكن هي غاده الامور اللهم لك الحمد. بعد الاحترازات هو الاهم، هي اهم في هادشي العواشر كامله، والامور هي غاده ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا غير خير وحيد علينا هذا الوباء هذا، ويكون ان شاء الله خير ان شاء الله. عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه واش ما تمنيتوا، وكنطلبوا من الله يرفع علينا هذا الوباء هذا. كما كتشوف راه حنايا ولفنا الطقوس مع الناس ديال سلال المدينه، وحنا ولات سلال المدينه اصلا، ولفنا نضحكوا مع الناس ونشطوا معاهم، وخاص العام ما كايناش وكاين الوباء. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا. كما كتشوف حنا التسعود شويه قاصحه، والناس التسعود عاد كتحاول تخرج تنشط وشحال من حاجه، وتنطلبوا من الله يرفع علينا هذا الوباء هذا. بالنسبه لهذا البيع والشراء ديال الطعارج معروف هذا الشيء هذا، منين كبرنا حنا قحلنا علينا في عاشوراء لقينا هذا الشيء هذا شكون؟ حنا حيت هذا الشيء هذا كنعرفوا في المغرب كامل. وعاشورة معروفة من الديالات إلى الفاكهة، وعاد قشيوشة ديال الدراري الصغار، واش اللي تنعرفوا حنا في عاشورة وكتصنع التقاليدية ديالهم وصافي. واش كيشيروا واش؟ الحمد لله شنقولوا مع هاد كورونا اللهم لك الحمد، خصني شي تعاون مع شي. والراواج راه شنقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، هادشي اللي كاين. الناس الساكنة في المدينة القديمة واش مازالوا كيحافظوا على التراث؟ واش نقول لك بالنسبة ماشي المدينة القديمة، بالنسبة للمغرب كامل تيحتفظ على التراث هادي، لأن التراث هادي اللي كبر كبر عليها في عاشورة معروفة. وما نقدرش نقول لك شي حاجة أنا عارفها على عاشورة، الناس كلهم حلوا عليهم هاد العادة، الناس الكبار اللي عارفين شنو هي القيمة ديالها، أما حنا غاديين على التقاليد ديال الناس القدام وصافي.